السؤال التاني بيقول لي، او النقطة التانية هنا بيقول لي الباء، هقول له ان الباء بتساوي الجذر التكعيبي ل 27، يبقى الباء بتساوي اصلا الجذر التكعيبي ل 27 بيساوي موجب 3، فيبقى الباء تساوي موجب 3. تمام. تمام. عايزين يلا احل لنا بقى انت السؤال رقم 4. سؤال رقم 4، 6 وباء ناقص 3 بتساوي 2 ناقص ألف وسالب 1، نعمل ايه؟ 6 ب ماشي. مسقط الأول بيساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. مسقط الأول اللي هي 6 تساوي 2 ناقص 2 ناقص ألف، والمسقط تمام الثاني ب ناقص 3 بيساوي سالب 1. تمام بعدين ف 2 ناقص ألف هنعوض عليها ب 6. هنعوض عليها بستة، هي أصلا أوه. الاتنين ألف بتساوي ستة، أحرك الاتنين عند الستة بإشارة مختلفة، فهتكون الستة ناقص اتنين بتساوي سالب ألف. ستة اتنين بكام؟ أربعة. أربعة، يبقى الأربعة بتساوي سالب ألف، يبقى الألف لوحدها بتساوي كام؟ شو السالب ألف اثنين. بيساوي موجب أربعة؟ لا، دي سالب ألف مش اتنين ألف، سالب ألف تساوي أربعة، يبقى موجب ألف تساوي سالب أربعة، يبقى أقول له كده ألف تساوي سالب أربعة. طيب النقطة التانية اللي هي باء ناقص ثلاثة تساوي سالب واحد، نعمل إيه؟ هنودي التلاتة الناحية التانية عند الواحد سالب واحد. أيوة تمام، يبقى أربعة موجب. لا مش 4 موجب، ليه 4 موجب؟ أنت أصلا عندك الواحد كان سالب، وجات لك التلاتة بالموجب، فيبقى سالب واحد وموجب تلاتة يساوي كام بقى؟ سالب واحد وموجب تلاتة لما أجمع وأطرح يكون الناتج كام بتاعهم؟ سالب واحد موجب ثلاثة بإشارات يساوي مختلفة اثنين. بيساوي اثنين، تمام، فيساوي اثنين. طيب تمام، عايز سؤال رقم ستة لوحدها، بيقول لي ألف وباء يعني هنود مسقط أول بيساوي مسقط أول، ومسقط الثاني مسقط الثاني. شاطر. واتنين سالب ألف، تمام ودي الألف الناحية التانية. لا قصدي نود لا، الاتنين نودي الناحية الالف، التانية، احنا بنجمع الحدود المتشابهه مع بعض، فاحنا هنحرك السالب الف عشان تروح يعني عند نود موجب الألف الف. شبه مو بتبقى اتنين ألف تساوي تمام، اتنين. الاتنين الف تساوي اتنين، انا عايزه اجيب قيمه الالف بس مش قيمه اتنين الف، نعمل ايه؟ نقسم على اتنين. نقسم على الاتنين. تمام، اقسم على الاتنين، يبقى الواحد ألف بيساوي واحد. يبقى الألف الواحدة بتساوي واحد. تمام، برافو عليك. طيب عايزين نجيب النقطة التانية. باء تساوي اتنين باء ناقص تلاتة. هنودي الاتنين باء الناحية التانية. باء بتساوي اتنين باء ناقص تلاتة، نودي الاتنين باء الناحية التانية. تمام، فتكون باء ناقص اتنين باء تساوي سالب تلاتة. طب هي باء ناقص اتنين باء يساوي كام؟ هتبقى 3 باء. لا، هي باء ناقص اتنين باء، يعني هنا الإشارات مختلفة، ما هي الباء الأولانية دي يعتبر عندها واحد بس مش باين، فالواحد بتاعها اوكي. بالموجب والاتنين بالسالب، لما بتكون الإشارات مختلفة بنطرح ونحط إشارة الكبير، فأنا مطلوب مني دلوقتي إن أنا أطرح وأحط إشارة الكبير، واحد طب ناقص اتنين يساوي، باء لا واحد سالب ناقص باء اتنين سالب واحد ناقص باء، اثنين سالب باء تمام، سالب باء يساوي كام؟ يساوي سالب سالب ثلاثة. 3. تمام، اقسم على السالب في الطرفين، يبقى الباء الواحدة بتساوي موجب 3. تمام، طيب عايزين نحل رقم 8. ألف وسبعة تساوي باء، تبقى ألف تساوي باء اتنين باء تربيع مش باء 2، اسمها باء تربيع او باء باء اس 2. أس اتنين.
كان ضعف اتنين. لا احنا خلاص دي كده مش هنعرف نعمل فيها حاجة، لان عندها رمزين مجهولين، عندها اتنين مجهول. ناس سبعة بتساوي باء، ما سبعة بتساوي باء كده دي خلص، يبقى نطلع لفوق. سبعة أس اتنين يعني سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، يبقى ألف تساوي 49. بس اسمه في السوق مش منين يا مسهم منين؟ مش اثنين
شو منين؟